سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التعاون الدولي المصري توقيع اتفاقية التشغيل كثيف العمالة مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي إلى جانب اتفاقية ثانية عن التقنية الخاصة بتدوير المخلفات مع البنك الأفريقي. التفاصيل في هذا التقرير. في إطار تنفيذ البرنامج القومي العاجل للتشغيل كثيف العمالة الذي تتبناه الحكومة المصرية ويشارك في تمويله البنك الدولي لمواجهة التباطؤ الاقتصادي وارتفاع نسبة البطالة والحد من زيادة معدلات الفقر، تم توقيع اتفاقية يساهم بموجبها الاتحاد الأوروبي بمنحة تقدر بنحو 70 مليون يورو في تمويل البرنامج القومي للتشغيل كثيف العمالة والمنفذ من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية، إضافة لاتفاقية أخرى بمنحة من صندوق الدعم الانتقالي. المشروع الثاني أهميته الحقيقة في يعني في نوع التقنية اللي بيدخلها، هي تقنية خاصة بإعادة تدوير المخلفات الصناعية في المناطق الصناعية، وهي تجربة جديدة فأنا سعيد بيه لأنه يعني بيعمل آلية جديدة يمكن عند نجاحها، وأنا بأمل في نجاحها إن شاء الله، إنها يعاد يعني تمويلها في كل المناطق الصناعية الموجودة في مصر. زائد إن أنا بالنسبة لي دي لحظة مهمة لأنها يعني بتعبر عن عودة التعاون مع البنك الأفريقي ومع دولة كندا ومع شراكة دوفيل كلها. وقد قام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التعاون الدولي الدكتور زياد بهاء الدين بتوقيع الاتفاقيتين إلى جانب جيمس مورين رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر وهارفيج تشافر المدير القومي للبنك الدولي بمكتب القاهرة، كما شارك في مراسم التوقيع الأمين العام للصندوق الاجتماعي غادة والي. الاتفاقيات دي كلها بتعكس نشاط وزارة التعاون الدولي ونشاط الجهات المصرية المنفذة لهذه البرامج، لأن هذه الجهات زي الصندوق الاجتماعي للتنمية بيتم مراجعة أعماله ومن خلال مراجعين خارجيين ودوليين بخلال تقييم أعماله وتقييم ميزانياته وتقييم مستوى أدائه، وبناء عليه بيجيله هذه المنح. هي أيضا تعكس ثقة العالم في مصر ورغبة الدول الصديقة والشريكة في أنها تساعد مصر على أن تستقر وتساعد شباب مصر على أن يجدوا فرص عمل وأن تساعد مصر أنها تتقدم في طريق التحول إن شاء الله للاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. يشترط في المشروعات الممولة من خلال تلك الاتفاقية الأولى للعمالة المكثفة ألا تقل تكلفة العمالة عن 40% من التكلفة الإجمالية للمشروع، وأن يتم تخصيص 60% من فرص العمل للشباب أقل من 29 عاما. ما نشهد توقيعه اليوم هو جزء من موضوع أكبر. الموضوع الأكبر هو برنامج يديره الصندوق الاجتماعي، برنامج تشغيل كثيف العمالة للشباب. ده هدفه الرئيسي هو إيجاد فرص عمل للشباب في بعض المشروعات اللي بتخدم البنية التحتية، تصليح مدارس، تنظيف ترع، رصف طرق إلى آخره، وقد بدأ في تنفيذه من حوالي عام وماشي بمعدل جيد للغاية. تتيح اتفاقية العمالة الكثيفة أيضا توفير فرص عمل للملايين بجميع مكونات المشروع بمتوسط الأجر اليومي نحو 35 جنيها للعامل وإتاحة 2300 فرصة عمل دائمة. من المنتظر أيضا تنفيذ نحو 528 عقدا لمشروعات الخدمات والمبادرات الاجتماعية. اتفاقية التشغيل كثيف العمالة مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي من شأنها حل معضلة البطالة المتزايدة في مصر، كذلك تعد إلى جانب الاتفاقيات الأخرى شهادة ثقة وضمان للاقتصاد المصري وعبوره لمرحلة الانطلاق. حنان الخولي للاقتصادية السعودية، القاهرة.